السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هناخد أول موقع من المواقع اللي احنا نقدر نصور ونحط صورنا فيها، وبعد كده الصور بتاعتنا لما تتقبل في الموقع تبدأ تنتشر على السيرفر بتاع الموقع والناس كلها تشوفها على مستوى العالم كله، ويقدر اللي يعجبه الصورة يشتريها. طبعا أول موقع احنا هناخده هو موقع شاترستوك. طبعا مين فينا ما يعرفش شاترستوك؟ واللي ما يعرفوش، هو موقع بيضم ملايين من الصور، بيستفيد بيه المصورين، بيستفيد بيه أصحاب البراندات والشركات، بيستفيد بيه الديزاينر، بيعرض الصور، بيعرض الفيديو كليب، بيعرض ملفات الفيكتور، وأيضا بيعرض الميوزك تراكس. لو جينا بصينا هنا هنلاقيه بيقول إن أنا عندي، بيقول لكم، بيقول الموقع إن أنا عندي 219 مليون ملف قابل للشراء ما بين الصور والفيديوهات وأيضا الميوزك تراكس. طيب لو جينا قلنا الموقع فكرته بسيطة جدا، في ناس بتصور صور أو بتصمم ملفات فيكتور، تمام، أو بتصور فيديوهات موسيقى أو تراكات ميوزك وبتعرضها على الموقع ده. طبعا الموقع بيبقالوش شروط معينة عشان انت يقبل الملف بتاعك، سواء كان صورة أو فيديو أو ميوزك أو أي حاجة من الحاجات دي. الناس بتدخل، سواء شركات سواء يوزرز عاديين من جميع أنحاء العالم، بيدخلوا بيعملوا سيرش على صورة معينة. الصورة ديت لما بيكتبوا السيرش بتاعهم في المكان ده بيبدأ يستعرض له جميع الصور اللي موجودة في الموقع. ولو جيت شفت الستاتس بتاعته هتلاقي بيقول لك إن هو عنده 208 مليون صورة ستوك ايمج، تمام، وعنده 1,400,000 وكسر طبعا انضافهم فقط الاسبوع ده. نرجع فوق تاني ونعمل مثال بسيط. انا لو واحد يوزر عادي وداخل هبحث عن مثلا كارز، هكتب هنا في السيرش بار كارز، انا عايز ابحث عن ايمج، تمام، ولا فيكتور ولا فيديو ولا ميوزك ولا ايه بالظبط. فانا هقول له مثلا انا عايز ابحث عن، هعمل سيرش. مجرد ما انا هقول له اعمل لي سيرش على الصوره او على، اعمل لي سيرش على الكارز، تمام، هيبدا هو يبحث في الداتابيس بتاعته، اوكي، ويبدا يطلع لك اي حاجه فيها كار، اي صوره فيها كار. لو تيجي تشوفته، لو تيجي تشوفه من هنا هتلاقي ان انا قايل له فوتو، هو حاطط لي فلتر هنا بس فقط على الفوتو، على الصور. لو نلاحظ هنا ان في 22,000 صفحة زي ديت بالظبط كده موجودة فيها صور عربيات. طبعا ما بيبقى عربيات من الخارج، عربيات من الداخل، اشخاص مع العربيات، عربيات فقط، وهكذا. لو تيجي نلاحظ اهوت عربيات قديمة، عربيات جديدة، وهكذا. طيب انا لو حبيت اشتري، عجبتني مثلا صورة زي ديت، فانا بضغط عليها بالشكل ده كده، هعمل هنا داونلود. طيب تعال نشوف الاول الاسعار بتاعت الاشتراكات عنده. الاسعار بتكون عبارة عن ايه؟ بيديك اكتر من باكج وانت بتختار اللي انت عايزه. بمعنى اصح انا ممكن اشترك هنا في الباكج ده، هيديني 750 صورة في الشهر. الموقع مليان ملايين من الصور، فهو مش هيديك كل حاجة كده ببلاش، لأ، هو هيديك اشتراك ويديك ليميت معين يقولك فيه انت عايز تشترك، اوكي هتنزل صور، ولكن انا هكسب منك، انا مش هفتحها لك لأي حاجة انت تيجي تدخل تشتريها وتطلع، لأ، ده انا هحددها لك، هقولك خد 750 صورة في الشهر مقابل 199 دولار في الشهر. يعني الصورة الواحدة هتكون واقفة عليك ب27 سنت، أو خد 350 صورة في الشهر ب169 دولار، فأصبح الصورة وقفت عليك ب48 سنت زادت، تمام، لأن هنا المبلغ قل. أو خد يا سيدي 50 صورة بس في الشهر ب99 دولار، يعني الصورة الواحدة وقفت عليك بدولار و98 سنت.
او خد 10 صور في الشهر، اشترك وخد 10 صور في الشهر، يبقى متاح ليك. لو احنا قلنا ان احنا سجلنا النهارده يوم واحد في الشهر، متاح ليك من واحد في الشهر، بداية الشهر ده، الى 31، ليك 10 صور فقط. الصورة هتكون واقفة عليك ب$2.90. طيب مين المستفيد بقى؟ ما هو انت الصورة اللي انت هتحطها بعد كده وهتنباع، وقت ما هتنباع شاتر ستوك له نسبة، وانت حضرتك ليك نسبة تانية. لو العميل اشترك في الباكج اللي هيكون سعر الصورة فيه 27 سنت، واختار الصورة بتاعتك وعمل لها داونلود، فأصبح انت عمولتك فيها هتكون قليلة، تمام، لأن بيشاركك فيها الموقع، أوكي. ولكن لو في عميل تاني اشترك ب10 صور فقط في الشهر، ساعتها هتكون سعر الصورة الواحدة مرتفع $2.90، فأصبح عمولتك أنت هتزيد. فأنت ممكن صورتك لما تيجي تنباع تلاقيها مرة بقت انباعت ب مثلا 25 سنت ومرة اتباعت بدولار. انت تستغرب؟ لا، ما تستغربش، لازم تكون عارف سياسة الموقع في الشراء والبيع عاملة ازاي. سياسته ان انت ممكن صورتك تتباع ب25 سنت، وممكن صورتك تتباع بدولار، وممكن صورتك تتباع باكتر من كده، ولكن في الاخر انت من هنا كسبان ومن هنا كسبان ومن هنا كسبان. طيب هل في بلانز تانية موجودة؟ في باكج تانية موجودة، تمام، ان انت تشتري 5 صور بمبلغ $49، اوكي، وده طبعا مش اشتراك شهري، ده انت هتدخل هتشتري 5 صور وهتطلع هتدفع $49، مقابل $49 دول انت هتاخد 5 صور، الصورة الواحدة هتكون واقفة $9.80. ممكن برضو صورتك لو كانت جذابة، لو كانت كويسة، لو كانت موافقة للشروط، لو كانت تعجب الزبون او العميل، ساعتها هيدخل ويختار الصورة بتاعتك، انت هيكون ليك كوميشن اعلى. وبرضو في ال25 صورة ب 299 $229، يعني الصورة الواحدة واقفة عليك ب$9.16، واقفة علي اسف ب$9.16. في حاجات تانية او اوبشنز تانية هم بيحطوها، ان المفروض ان الايتم المفروض الاكونت الواحد، تمام، هو اللي بيدخل بنفس الاي بي وبينزل الصور او بيشتري الصور. في حاجات تانية انت تقدر ان يقدر العميل يشترك فيها، بحيث ان هو يكون في اكتر من يوزر بيدخل و يداونلود الصور اللي هي موجوده في الباكج. فدي بالمختصر فكره البرنامج. برنامج بيبيع الصور وبياخد عموله مقابل عمليه البيع، وفي نفس الوقت حضرتك اللي بتبيع الصوره او اللي بتعرض صورتك للبيع برضه بتاخد عليها الكوميشن بتاعك. طب هل هو ده الموقع اللي انت بتشتغل عليه عشان تضيف عليه الصور؟ لا، او عايز ادخل على الموقع الخاص اللي انا عايز احط بقى فيه الصور بتاعتي واعرضها للبيع، او انتظر الموافقة في البداية واعرضها للبيع. هنزل تحت خالص في لينك هنا هو اسمه become a contributor، ده انا اضغط عليه، او لو ممكن نطلع فوق خالص برضه هو هتقولك فوق خالص، تمام، تقدر ايه تختاره على طول. انا بدخل على become a contributor، تمام، ده كده دخلني على الصفحة الرئيسية بتاعت عرض الصور، تمام. طبعا في، انا عايز بس انبه لحاجة، ان في ابلكيشن خاص بالكونتريبيوتر برضو انت تقدر تضيف من عليه الصور، سواء على الاندرويد او على الاي او اس. انا شرحت فيه الابلكيشن قبل كده في حلقة مخصصة ليه، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن، تقدروا ان انتوا تراجعوا الحلقة ديت، بحيث ان انت ممكن تعمل الايديتنج بتاع الصورة من على الموبايل، اصلا تاخد الصورة بتاعتك اصلا من على الموبايل بتاعك لو كانت الكاميرا بتاعته قوية، وتعمل الايديتنج بتاعه عليه. في برامج معينة برضه هنعمل عليه حلقات، وايضا ان انت ترفع من عليه، يعني ممكن ما تستخدمش الجهاز بتاعك او اللابتوب بتاعك نهائي. انا هضغط هنا على جيت ستارتد، وبعدين ابدأ ادخل على عملية التسجيل. فانا اول حاجة بعمل الفول نيم بتاعي، هيكون مثلا احمد محمد. بعد كده هو بيقول لك الديسبلاي نيم، طبعا هنا بيقول لك احمد محمد ده موجود، فانت غير بقى، فانت لازم بتشوف بقى ايه يوزر نيم يكون مش موجود. اول ما يديك علامة الصح ديت يبقى
اصبح اليوزر نيم ده متوفر. بعد كده هتحط الايميل بتاعك، اي حاجه، اي ايميل. بعد كده هتحط الباسورد، وهتحط هنا في التشيك بوكس ده علامة صح. كويس، وخدوا بالكم يا جماعة، الباسورد لازم يكون فيه أقل حاجة 8، يعني 8 حروف. تمام، مش 8 حروف بس، 8 حروف وأرقام. لازم يكون فيه حروف وأرقام، ومش بس حروف وأرقام بس، وحروف تكون فيها كابيتال. تمام، وجزء تاني يكون سمول. يعني الباسورد بتاعك يكون من أرقام وحروف كابيتال وحروف سمول عشان يقبل معاك. بعد كده بضغط نيكست وخلاص، بيبعت لك رسالة اكتيفيشن على الايميل. سهل جدا التسجيل بتاعه، وبعد كده يبدأ يدخلك على الداشبورد. ندخل على الداشبورد بتاعنا. كده احنا دخلنا على الداشبورد الخاصة بينا. اوكي، ممتاز جدا. اول حاجة عندنا هتطلق بالاحمر كده الزرار بتاع ابلود ايمج ده، اللي هو انت هترفع فيه او هترفع منه الصور بتاعتك. تمام، مجرد انت لو تضغط على ابلود ايمج، تمام، فانت كده هترفع صورة. او لو جيت على السهم اللي جنبيه ده وضغطت عليه، هيطلع لك فيه تحت ابلود فيديوز. ابلود ايمج دي عشان تبقى انت عارف ان انت بترفع فيها الصور وبترفع فيها ملفات الفيكتور. احنا النهارده هنتكلم فقط عن الصور، احنا مش هنتطرق لا للساوند ولا للفيديو ولا للفيكتور. تمام، طيب، ممتاز. هو بيقول لك بقى هنا عندك في احصائيات، في عندك الايمجز وعندك الفيديوز. تمام، الايمجز نفسها طبعا هنا هو بيقول لك ان في اول حاجه، هنا بيقول لك ان في هنا دي الصور هي اترفعت على السيرفر، ولكن ما تعملش عمليه ادخال عشان فريق شاتر ستوك يبص عليها ويراجعها. وفي حاجة تانية اللي بعديها ديت، اللي هي بيندنج ابروفال، اللي هي بيقول لك في حاجات متعلقة على القبول. يعني بمعنى صح اللي هي الصور اللي انت رفعتها وهي مستنية دلوقتي الموافقة من التيم بتاع الشاتر ستوك، بحيث ان هي تنزل او ما تنزلش. بعد كده ديت بيقول لك الصور اللي اترفضت. تمام، وهقول لك ليه هي اترفضت. كويس، وبعد كده بيقول لك الاكتيف ايمج، وانت عندك دلوقتي 20 صوره اكتيف ايمج. تمام، موجودين حاليا اوريدي في السيرفر بتاع الشاتر ستوك، ومتاحه للجميع ان هم ومتاحه للجميع ان هم يشتروها. تمام، بعد كده احنا ممكن نيجي هنا ونشوف ان هنا الصورة بتاعتك. تمام، واسمك، اسم الاكونت نيم بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك ان انت كملت البروفايل بتاعك بنسبة 100%. طبعا انت اول ما هتشترك هيطلب منك شوية حاجات كده ان انت ايه تكملها، وشوية بيانات ان انت تكملها زي اسمك وعنوانك وطريقة الدفع والاكونت بتاع البيبال بتاعك اللي هيحول لك عليه الفلوس وحاجات زي كده يعني. بعد كده بيقول لك ان في عندك انت واخد او انت كاسب مثلا من الصور، وانت كاسب من الصور اللي انت حاططها لحد الان المبلغ ده. تمام، كام دولار. وبعد كده في احصائية تحت هو حاططها لك برضو. الاحصائيه ديت معناها ايه؟ ان هو بيقول لك ان الصور بتاعتك اللي موجوده عملت كام دولار لحد دلوقتي، كسبت منها كام دولار، اتعمل لها كام عدد مرات داونلود الى الان. تمام، وجايب لك هنا كمان بيقول لك كمان هنا ان الصور بتاعتك لما جت اتباعت ازاي. احنا لو تفتكروا من شويه احنا قلنا طريقه الاشتراك بتاعت اليوزرز العاديين اللي هيدخلوا يشتروا، مش اللي هيبيعوا، اللي هيشتروا في اكتر من طريقه. يا اما هيكون سبسكرايب عندهم ماشي شهريا او سنويا. تمام، او هيكونوا داخلين بنظام اللي هو هيدفع فلوس مقابل عدد صور معينه وخلاص، وهيمشي ومش هي ايه مش هيكمل. انا داخل عشان اشتري عدد صور معين، هدفع عليهم مبلغ وهاخد بعضي واطلع. تمام، وفي واحد تاني بيشترك على طول او بيجدد اشتراكه على طول، بحيث ان هو هياخد صور من عندهم بصفه مستمره. تمام، طبعا اللي هيدخل يشتري 3 4 صور ويطلع على طول، ده بيبقى سعر الصور عنده عاليه. فاصبح عندي هنا، لو انت تشوفه هنا، ان انت بيقول لك كمان صورك لما انبعت او اتعمل لها داونلود، اتعمل لها داونلود ازاي وكسبت منها قد ايه.
ففي صورة عندك انت كسبت منها دولار و88 سنت، وفي صورة تانية كسبت منها 75 سنت. لو انا اتكيت على اللينك ده تمام، هيشرح لك بالظبط ازاي انت بتكسب من عملية البيع بتاعت الصور. فبيقول لك هنا مثلا المانسي سبسكرايبر هيدفع عليها 25 سنت، والناس اللي هتدخل مرة واحدة تاخد وتطلع تمام هيدفع عليها 81 سنت، والناس اللي هتدخل بس هتدخل تدخل تاخد 5 صور وتطلع ماشي، بس لو كانت سمول او ميديم حجمها سمول او ميديم هياخد منها 81 سنت. اما الناس اللي هتدخل برضو وتطلع على طول كويس بس هياخد اي سايز هو عايزه، اي مقاس هو عايزه، لان طبعا هو لما بيجي يعرض لك الصورة بيعرضها لك باكتر من مقاس، بيعرضها لك بمقاس صغير وبعدين ميديم وبعدين لارج، وممكن تكون فيه حاجات بتبقى اكبر من كده. ده كله بيتوقف على حجم الصورة اللي انت اصلا رفعتها. وطبعا الحالة ديت اللي هي في حالة ان انت لو اللايف تايم ايرنينج بتاعك تمام كان بادئ من الصفر ل 500، يعني انت لسه مبتدئ، فبادئ انت ما كسبتش حاجة، فانت من الصفر لل 500 هتحاسب الحساب ده، هتاخد 25 سنت على الناس اللي بتشترك شهريا، هتاخد على نفس الصورة 81 سنت لو الناس المشتركة ولكن مش شهريا، مشتركة بحجم صور او عدد صور معين تمام، هتدخل تاخد 25 صورة، هتدخل تاخد 5 صور وتاخد بعضها وتمشي تمام، هتاخدها سمول او ميديم، حجمها سمول او ميديم، هتاخد ب 81 سنت، انت هتاخد ربح 81 سنت. ولو اتباعت الصورة اتعمل لها داونلود تمام من واحد كان مشترك في برضو خدمة ان هو هياخد 5 صور او عدد من الصور معين ويطلع تاني اي حجم هو عايزه، اي حجم هو محتاجه، مش ميديم او سمول، يعني هو هياخد لارج سايز بمعنى صح، هتبقى واقف انت واقف عليك المكسب بتاعك ب 1 دولار و88 سنت. لو انت عملت ارباح، حققت ارباح من 500 دولار وطالع لحد 3000، هتبدأ نسبة الربح بتاعتك بتزيد شوية، بتزيد في المانسي للسبسكرايبر ماشي، هيبقى نسبتها 33 سنت. وبعد كده في الـ الاوبشن التاني هيبقى 1.07 تمام، وبعد كده هتبقى 2.84 دولار. وبعد كده هيقول لك الخطة التالتة لما يكون انت الارباح بتاعتك بدأت من 3000 لحد 10000 دولار، عملتها في الشاتر ستوك من بيع الصور، الصور بتاعتك هتبدأ تتحسب ارباحها بالشكل ده، واللي فوق 10000 الصور بتاعتك هتبدأ تتحسب ارباحها بالشكل ده. يبقى الماكسيمم على الصورة الواحدة انت هتاخده الماكسيمم بتاعك 2.85 دولار على الصورة الواحدة تمام. يبقى ده اللايف تايم بتاعك بداية من اول ما هتبقى زيرو لحد ما توصل لفوق 10000. طب انا هقدر اجيب 10000 دولار؟ اه تقدر، تقدر بقى بالصور الكويسة، بعدد كبير من الصور يكون موجود عندك، اقدر انزل صور وتتقبل، انزل صور تانية تتقبل طول ما انا ماشي. لو انا مصور، لو انا عندي حس التصوير، لو انا حتى لو هاوي، حتى لو مبتدئ، بس عندي حس التصوير، هقدر ان انا ادخل واصور لما اشوف عيني تشوف حاجة كويسة قدامي، عيني تشوف منظر جميل قدامي اقدر اصوره. طالما انا معايا امكانيات، مش لازم يكون معايا كاميرا احدث موديل، كاميرا احترافية، مش لازم يكون معايا ادوات، مش لازم بأقل الادوات يا جماعة اللي معاكم تقدروا ان انتوا تبدأوا وتحققوا دخل، حتى لو دخل بسيط، حتى لو دخل اضافي، ان لازم يكون عندكم صبر، لازم يكون عندكم ممارسة. يعني ما اجيش اصور صورتين واحطهم وازهق واقول خلاص انا تعبت اشوف حاجة غيره، لا، حاول ان انت تستمر، حاول ان انت تستمر. مجرد ما هتنباع لك صورة واحدة ولو بسنت واحد، هيجي لك احساس ان انت عايز تكمل، هيجي لك احساس ان انت عايز تستمر، ان انت عايز
تحط اكتر، ان انت عايز تكسب، فلازم تحط في دماغكم النقطة دي. النقطة دي مهمة جدا 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 للي عايز يكسب، اللي عايز على الاقل يحقق ولو مبلغ بسيط. ويا جماعة الحاجات دي بتتحط على السيرفر بعد كده مع شوية حاجات احنا هنتعلمها مع بعض، تمام؟ هنلاقي ان الموضوع بعد كده بقى سهل جدا، بقى سهل جدا ان احنا نشتغله. هيبقى احنا عندنا من جوانا عايزين نسعى اكتر عشان نحط صور اكتر. لازم كل يوم على الاقل نحط صورة او صورتين او ثلاثة. هنلاقي الموضوع بعد كده بدأ يكبر، بدأ ينتشر. الصورة بتاعتك في البداية ممكن ما يشوفهاش حد. ليه؟ لان انت لسه مبتدئ. لا ما تقولش لا انا فاشل، ما تقولش ان انا مش قادر اكمل، ما تقولش ان انا مش قادر اطلع قدام. لا ده دي الحاجات ديت للناس الكبار بس. لا، الناس الكبار والناس الصغيرين. ومع تجربتي انا الخاصة، ولما بدأ يتباع لي صور كويس، انا بدأت نفسي ابدأ اتنشط، ابدأ اسعى لقدام، ابدأ ان انا احاول ان انا انجز، استمر في الشغل ده واطلع منه صور كويسة. مش هو ده الدخل بتاعي، مش هو ده الحاجة الرئيسية بتاعتي، ولكن حاجة جنب حاجة جنب حاجة جنب حاجة، هتلاقي نفسك في الآخر بتحقق دخل كويس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب تعالوا نرجع تاني ونشوف الداشبورد بتاعنا، ونشوف هنا هو بيديك احصائية بالمانثلي ايرنينج بتاعك. يعني ايه؟ يعني بيديك الارباح بتاعتك في الشهر. انت وصلت لكام؟ وصلت ل2 دولار، وصلت ل10، وصلت ل1000، ل2000، ان شاء الله تكون وصلت مليون. هو هيحطه لك بالشكل ده، وهيديه لك بطريقه كويسه جدا عشان تفهم انت بتبيع قد ايه، او الحاجه بتاعتك انباعت قد ايه، تمام؟ عشان الاكونت اللي انا عامله ده، الاكونت ده لسه جديد، فما انباعش فيه غير 4 صور، او بمعنى صح الصوره انباعت فيه اكتر من مره، فهو لسه يعني ما حققش ارباح كتير، تمام؟ ولكن في اكونتات تانية محققة ارباح كتير جدا جدا تانية. طيب هنا هيجي يقول لك بقى الاماكن اللي تحمل منها الصورة. حاطط لك خريطة العالم كلها، وحاطط لك الصور بتاعتك اللي اتباعت، تمام؟ او اتعمل لها عملية داونلود، ومعلم لك مكتف لك على الصورة ديت، وبيقول لك ان هي داونلودد فروم عمان من الاردن، تمام؟ اتحملت من الاردن، كويس. والصورة ديت والصورة ديت كل واحدة بيقول لك المكان اللي اتحمل منها الصورة بتاعتها. طيب بعد كده هو بيقول لك الصور، بيقول لك الصور اللي اتباعت، افضل الصور اللي اتباعت عندك، تمام؟ بيحطها لك في مكان لوحده، بيقول لك ان الصورة ديت والكي وورد اللي جابها، الكي وورد، يعني احنا هنأكد على الموضوع ده وقت ما احنا هنبدأ نتعلم ازاي نرفع الصورة. الكيورد يا جماعة هنا عليه عامل كبير جدا 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 في عملية انتشار الصورة، وصولها لليوزر اللي عايزها بمنتهى البساطة. بيقول لك ان الكيورد اللي جاب الصورة ديت هو الخبر. دي صورة يا جماعة انا كنت مصورها في مدينة خبر في السعودية. ببساطة انا كنت شغال في شغلي، وكنت فوق برج كبير، عجبني المنظر من فوق، فحبيت اخد لقطة كده، فلقطت الخبر من فوق، وبعدين يعني حطيتها. ما توقعتش ابدا ان الصورة ديت هي اللي هتنباع، ولكن انا عايز يعني انا عايز اقول لك حاجة. الصور دي اذواق. انت اهم حاجة تلتزم بالشروط وقواعد التصوير كويس جدا، وبعد كده سيب الصورة هي هتتكلم عن نفسها بعد كده. انت ممكن تشوف ان الصورة دي مش عاجباك، او تشوف ان الصورة دي مستحيل ان حد يشتريها، ولكن اي واحد في العالم كله ممكن يشوف صورتك دي، ولو واحد بس فقط ممكن تعجبه الصورة ويشتريها. ما تفكرش ان الصورة اللي انت بتصورها هي بس فقط هترضي ذوقك انت بس، لا، ده هيشوفها ملايين الناس حوالين العالم، وممكن ترضي ذوقهم هم، كويس؟ فمثلا على سبيل المثال الصورة دي اتباعت 3 مرات، عدد التحميلات بتاعتها اتحملت 3 مرات، وعملت لي 2 دولار و38 سنت. اما الصورة ديت فدي كنت انا بعمل عمرة، ربنا يكتبها للجميع، اتباعت مرة واحدة وخدت عليها 25 سنت. ولو تاخد بالك بقى، لو احنا رجعنا لورا شوية، احنا قلنا من شوية ايه؟ قلنا من شوية ان 25 سنت دول لو في واحد مشترك شهري في شاتر ستوك وعمل تحميلة للصورة
انت هتاخد عليها 25 سنت طالما انت ارباحك من الصفر للخمسمية دولار. الكيورد بتاعها كان حج، طبعا بالانجليزي، مفيش حاجة اسمها كيورد بالعربي نهائي في الموقع ده، كل الكيوردز بتاعتك هتتعمل بالانجليزي. تمام يا شباب، لو دخلنا على الاكتف، طب ناخد المنيو ده بالمرة. المنيو ده هنا قائمة الأرباح بتاعتك، تمام، تحليلات بقى للأرباح بتاعتك والبيمنت بتاعك وكل شيء خاص بالأموال بتاعتك. هنا البورتفوليو بتاعك، البورتفوليو بتاعك ده احنا لو ضغطنا عليه، تمام، هيطلع لك الأبلود اللي هو نفس الأبلود ده. بعد كده هيطلع لك بعد كده السبميت كونتينت، وديت المكان اللي احنا هنشوفه بعد كده، وده المكان اللي احنا بنعمل فيه الصور او بنجهز فيه الصور عشان نرفعها للتيم بتاع شاترستوك. بعد كده البندنج اللي هو ده، تمام، هو بيكرره تاني. بعد كده ريجكتد، ماشي، المحتويات المرفوضة واللي هي ديت. وبعد كده الريليسز، وهنتكلم عن الريليسز دي كمان شوية. وبعد كده الكيورد، مقترحات الكيورد، وديت أداة هو حطها لك شاتر ستوك، ودي أداة مفيدة جدا وهنعرف ازاي ان احنا نستخدمها كمان شوية. وبعد كده بقية القايمة احنا يعني مش عايزين عشان ما نطولش مدة الفيديو، مش عايزين ان احنا نتكلم عنها لان هي مش هتهمنا كتير يعني. طيب احنا هنا هنيجي نقول مثلا احنا عايزين نعمل صورة نرفعها عشان نجرب دلوقتي يعني. ولكن قبل ما نتكلم عن طريقة رفع الصورة، خلينا الاول دلوقتي نقول ايه القواعد اللي لازم نلتزم بيها غصب عننا عشان الصورة بتاعتنا تتقبل في شاترستوك. وخدوا بالكم يا جماعة، من اكتر المواقع الشديدة جدا في الرولز بتاعتها عشان تقبل الصور بتاعتك هي شاترستوك. ففي ناس ممكن تقول لك لا انا كده زهقت، لا انا كده مش قادر، انا كده بتترفض كتير الصورة معايا. ما اوكي، ما انت لو اتبعت من البداية طريقة تصوير صح، لو خدت كورسات مجانية من على اليوتيوب، في اخوة كتير جدا بيعملوا كورسات للتصوير، اساسيات التصوير واساسيات التصوير بالجوالات كمان من على اليوتيوب، الموضوع هيكون بالنسبة لك اسهل وافضل بكتير لما تدخل وتعمل صور وتطلع الصور بتاعتك يعني. طيب ايه هي الشروط؟ انا مش هقدر اقولها لكم كلها لان يعني هقول لكم اللي انا اللي انا هفتكره يعني. من الشروط بتاعت شاترستوك، اول حاجة اي صورة فيها شخص لازم تكون معاك تصريح بان انت، اي صورة فيها شخص لازم يكون معاك تصريح كتابيا وعامل سيجنتشر بتاعك، تمام، وحاطط بيانات الشخص ده كاملة بأرقام الاتصالات التواصل بتاعه بأرقام تليفوناته باسمه بكل شيء، تمام، وتقول ده درجة القرابة بتاعته ليك ايه، او حتى لو هو مودلز موجود مثلا معاك او ايا كان، تمام، لازم تحطه في حاجة اسمها بند اسمه ريليسز. ديت لازم اي حد فيه شخص، يعني اجي انا ارفع صورة دلوقتي واحط فيها صورة مثلا ابني، صورة حد ماشي في الشارع، صورة موديل، صورة ايا كان، اي حد، حتى لو صورتك انت شخصك انت اللي موجود في الصورة، لازم هتعمل النموذج الفورم اللي هو بيديهولك وتمضي عليه وتحط البيانات بتاعتك وي 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 الكلام ده كله، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية برضو اي صورة فيها اي كلمة غير الانجليزي، اي كلمة بالعربي او باي لغة تانية هتترفض، لان من قواعدهم لازم تكون الصور كلها مفيهاش كلمات غير مفهومة بالنسبة لك. طيب الحاجة التالتة، اي صورة فيها اي اسم براند، بيبسي، كوكاكولا، ايا كان، اي براند ايا كان موجود داخل محتوى الصورة برضه هيترفض، لان انت معكش تصريح ان انت تصور الصورة ديت، معكش تصريح من الشركة او من البراند نفسه ان انت تصور الصورة ديت وتعرضها كصورة تكسب منها او صورة للتربح بمعنى اصح، هتتباع وتاخد منها فلوس. فهم يا جماعة بيكونوا شداد قوي في المواضيع اللي فيها حاجات قانونية وليجلز وكلام من ده. ده كده ثلاث حاجات اساسيات عندك لازم تكون انت حاططهم بالنسبة ليك قدام عينيك كده، دول مستحيل تنساهم. الصورة ما يكونش فيها كلام غير مفهوم،
الصورة ما يكونش فيها اسم او لوجو لبراند عالمي او اي براند ايا كان، تمام؟ الصورة ما يكونش فيها شخص بدون تصريح منه، يعني قبل ما تحط الصورة لازم تكون عامل الريليز فورم بتاعه وحطه عرضه ويتعمل له ابروف من التيم بتاع شاتر ستوك. فدي 3 حاجات لازم اعملها. هنقول بقى والله لا ده التيم بيتعرض له او بيترفع مثلا في الاسبوع 1,000,000 صورة واحنا هو مش الصورة بتاعتي مش هتبان. لا يا حبيبي مفيش الكلام ده، صورتك هتتراجع زيها زي اي صورة موجودة، مش هيغفلوا عن اي حاجة، مش هيعملوا اي حاجة صالحة او معدية كل الشروط اللي هم قالوها. طيب تعالى بقى نشوف الشروط بتاعت التصوير بقى نفسه. احنا كده اتكلمنا عن الشروط الاساسية، القواعد الاساسية عندهم، وهي ال3 قواعد اللي احنا قلنا عليها دي. طيب القواعد التانية اللي هي قواعد خاصة بالتصوير نفسه. في حاجات يا جماعة على فكرة انا في البداية انا كنت يعني ايه عمال اخبط، تمام؟ بس مع التكرار بدأت افهم، بدأت اعرف من مفيش صورة هتعدي من تحت ايديهم الا لو ما تتراجع وتكون صحيحة 1,000,000%. طيب من الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اعملها في الصورة ايه هي؟ لازم الصورة تكون مش معمول عليها اي افكت، صورة بيور، تمام؟ ولكن تقدر ان انت تعمل افكتات صغيرة خالص فيها، افكتات بسيطة جدا، تمام؟ ما تأثرش على الصورة نفسها، ما تغيرش من ملامح الصورة. ما تجيش مثلا استخدم بقى الفلاتر بتاعت الانستجرام ولا فلاتر بتاعت اي موبايل ابلكيشن موجود بيعمل فلاتر على الصورة واقول لا دي كده ده انا فنان انا عملت صورة دلوقتي جميلة. مفيش الكلام ده، مش هتتقبل، فما تتعبش نفسك. فاما كنتش انت عملت افكت صغير خالص على الصورة، وانا هديكم برامج بعد كده على الموبايل سواء الاي او اس ولا اندرويد تقدروا تشتغلوا عليها وتطلعوا افكت صغير او تعملوا افكت صغير على الصور بتاعتكم وتطلع الصوره بطريقه احترافيه وتتقبل ان شاء الله. ولكن الافكتات بقى اللي هي تغير من اللون وتحط اصفر واخضر ومش عارف ايه، ما فيش الكلام ده. فدي من القواعد برضو مهمه جدا. برضو اي صوره معمول لها كروب، معمول لها قص بطريقه مش كويسه برضو بتترفض. طيب تعال نشوفوا كده. هنا انا عندي الريجكتد بتاعي بتاع الصور بتاعتي، انا عندي 8 صور مرفوضين. تعال نشوفوا كده الامثله، وخد بالكم ان انتوا لما بيرفض الصوره هو بيديكم رفض للصوره، تمام؟ وبيديكم السبب، ما بيسيبكمش كده. تقدر انت تعدل او ان انت خلاص ما تكنسل الصوره دي خالص. تعالوا نشوفوا هنا في البورد بتاعنا، هو بيقول لك انه بس خد بالك في معلومه كده نوت هو حاططها لك، ان هو بيقول لك الريجكتد ايتمز ويل بي اوتوماتيكلي ديليتد افتر 21 دايز. يعني ال الصور ديت الصور المرفوضه اوتوماتيكلي هو هيشيلها بعد 21 يوم، بعد 21 يوم لو انت ما عدلتش او غيرت فيها. طيب نيجي لاول صوره مثلا، الصوره ديت انا عامل عليها افكت على فكره، ولكن اتقبلت كافكت، هي اتقبلت، الرفض ما جاش على الافكت، الرفض جه على حاجه تانية خالص. لو تاخد بالك من ان هو ممكن يكون الرفض سبب واحد او سببين او 3 او 10. فهنا مثلا بيقول لك هنا الرفض ورفض واحد، بيقول لك موديل ريليسز. انا هنا كنت مصور المسجد النبوي الساحه بتاعته، وكان في ناس مظله وكلام من ده، وكان في ناس ماشيه، ناس طبعا المسجد بيبقى كتير من الناس رايحه جايه وزيارات وكلام من ده، ففي ناس كتير جدا موجود. فقال لك لا معلش انت عندك هنا في موديل ريليسز از ريكوايرد، تمام؟ لازم ان انت تعمل اتاتشد للموديل اللي موجوده هنا. هو اعتبر الناس اللي ماشيه ديت موديل. طب انا مش عارفهم، تمام؟ هنتطرق للموضوع ده في حلقه تانية، ازاي ان احنا نعدي الخطوه اللي الناس اللي تكون فيها لارج جروب اوف بيبل، يعني فيها ناس كتير جدا، وما نقدرش ان احنا نجيب منهم موافقه بالعرض دي. خلينا ناخد الصوره التانيه. خدوا بالكم برضو يا جماعه، اي صوره في الشاتر ستوك بتاخد رقم، تمام؟ اي دي نمبر للصوره، اي صوره تترفع بتاخد اوتوماتيك رقم. طيب في بعد كده الصوره ديت مثلا كنت مصورها من برج في البحرين، رفضها كان ايه؟ الرفض السبب الرفض بتاعها قال لك السنسور بتاعك او العدسه كانت متوسخه. فعلا انا لما كنت بصور كنت بصور من فوق من برج،
والبرج ده كان بيني وبين الصوره نفسها او بيني وبين الطريق ده في ازاز، كان في ازاز كبير، استراكشر ازاز كبير، تمام. الازاز ده كان عليه تراب، فلما خدت الصوره ولقطت الصوره كان باين هنا في السماء ان في تراب. طبعا التراب مش على العدسه، بس هو بيعتبر ان هو على العدسه لان هو مش ما يعرفش ان في ازاز ما بيني وما بين الطريق. فاصبح ان انت عندك هنا في اتربه او حاجات من ديت على العدسه. ففي الحاله اللي زي دي، يا اما اخد الصوره دي وابدا اعدل فيها بالراحه في الفوتوشوب لحد ما اضيع الاتربه والحاجات اللي موجوده هنا، يا اما بكنسلها خالص. الصوره دي كنت واخدها في مطعم، قال لي خد بالك هنا في تريد مارك باين، في علامه تجاريه هنا باينه. قعدت ادور على الصوره اكتر من مره، فين يا جماعه، فين يا جماعه، فين يا جماعه. لقيت ان في الاخر خالص، مكان ما انا مشاور كده، في الاخر خالص كان في ازازه كوكولا وفاضيه مكتوب عليها كوكولا من بعيد جدا. انا ما شفتهاش، انا نفسي ما شفتهاش، لكن هو شافها وقال لك مرفوضه يا استاذ، لازم ما يكونش فيها تريد مارك. برضه نفس القصه دي، في تريد مارك اهو تحت اللي هو اسم الكافيه اللي كان اللي متاخد منه الصوره، برضه قال لك نفس الموضوع، ماشي. فيزابل تريد مارك، نفس القصة، أنا عدتها تاني، نادي نفس الصورة اللي فوق، عدتها تاني عشان أنا مش عارف. ولكن في الآخر أنا اكتشفت إن هي في هنا لوجو صغير بتاع كوكولا في على الإزازة نفسها. طيب الصورة اللي زي ديت إيه المشكلة فيها؟ قال لك الفوكس، هنا الفوكس، هنا يا جماعة الفوكس نفسه ما كانش مظبوط، فكان عامل فيه، كان ما كانش فيه يعني، كان فيه اهتزاز. نفس القصة هنا برضو، كان هنا برضو في الصورة نفسها كان فيها الفوكس ما كانش موجود على المين اوبجكت بتاعك او المين سبجكت بتاعك، على يعني الفوكس مش متاخد على القطه نفسها. فاصبح الفوكس نفسه، انت عندك دلوقتي مين البطل في الصوره؟ القطه. طيب انا خدت الصوره وما ظبطتش الفوكس بتاعي، فاصبح الصوره بعد كده ان الفوكس بتاعي مش على البطل نفسه، الفوكس بتاعي بره، طلع بره هنا. فاصبح قال لك لا، انا عندي هنا البطل مين؟ انا عندي بطل القطه، يبقى لازم اكون هنا حاطط الفوكس بتاعي او مظبط الفوكس بتاعي على القطه. برضو هنا نفس الكلام، الفوكس في حاجات كتير جدا، اسباب كتير جدا للرفض تانية زي الكروب. انت ممكن تصور مثلا طبق، مثلا في مثلا اكل مثلا، والطبق ده بدل ما تصور مثلا تمام، وانت بتصور رحت واكل جزء من الطبق وصورت قلت الله دي صورة جميلة، لا. عشان كده انا بقول لازم ناخد فكرة عن اساسيات التصوير من اليوتيوب، في قنوات كتير جدا بتحط دورات مجانية في اساسيات التصوير، لازم ناخد بالنا منها الاول ونشوفها عشان نبدأ بعد كده ان احنا نشتغل بطريقة كويسة وما نزهقش من الاسباب الرفض الكتيرة اللي بتعملها الشاترستوك. طيب نرجع تاني ونحاول نعمل ابلود لصورة ونشوف طريقة الابلود هتكون عاملة ازاي. انا باجي هنا بعمل ابلود ايمج، بيجي لي الصفحة ديت، بعمل سيلكت. طيب احنا دخلنا دلوقتي على الصور، لازم برضو نعمل حسابنا، واحنا بنصور كل شوية كده بالموبايل وبعد فترة نجيب الكيبورد وننزل على الايه، على اللابتوب لو احنا عايزين نشتغل من على اللابتوب، او لو احنا هنشتغل من على الموبايل، وده هيبقى سهل شوية في التعامل يعني. ولكن انا بفضل ان انا اشتغل على اللابتوب صراحة، وبعمل لنفسي فولدرات. يعني انا دلوقتي بعمل مثلا، انا مش لازم اكون مخصص نفسي في حاجة، انا كنت في رحلة مثلا زي عمرة، حطيت الصور بتاعت العمرة كلها موجودة في الايه، في المكان ده. بختار طبعا من اول الصور اللي اقدر احطها واللي انا شايفها ان هم هيقبلوها، والصور التانية لا، بختار مثلا عامل صورة مثلا فولدر مثلا في اماكن انا بروحها مثلا وباخد شطات منها مثلا، تمام، احطها في مكان للبيبل، مثلا للفود والدرينكس، باخد صور مثلا للاكلات، مثلا بروح مثلا في مطعم كده بيعجبني الطبق قبل ما اكل او كده، باخد شطات منه وببدأ ان انا ايه اعدل عليها بعد كده. شايفين مثلا صورة زي دي تترفض على طول، وش تترفض ليه؟ عندك ادي ده موجود، وادي الكلام العربي ده موجود، على طول تترفض، تمام. صورة زي دي تترفض عشان ده. ممكن انا ادخل بقى شوية شوية كده اعمل
شوية تعديلات على الفوتوشوب وتصحيح للإضاءة وللصورة وكلام من ده، وفي نفس الوقت أعمل مثلا إزالة للإزازة ديت بطريقة بروفيشنال بدون ما تبان إن أنا لاعب في الصورة، حاجة زي كده ممكن إيه أشيلها خالص وهكذا. طيب خلينا ناخد كده صورة من الصور، وليكن هنختار أي صورة كده نشتغل عليها، وليكن مثلا هناخد الصورة ديت. طبعا هي هنا بتترفع، مجرد ما هتخلص رفع هيتعمل لها، هيتنشط هنا عندنا على طول النكست، اتنشطت عندنا، بضغط هنا على النكست بيدخلني على البورد ده. تمام، وده مساحة العمل اللي انا بشتغل عليها، اترفعت عندنا. طبعا هي مرفوضة، احنا بس عاملينها كده كمثال، بس هي كده كده مرفوضة، مرفوضة لان عليها اللوجو، عليها اسم المحل بتاع البيتزا حاجات، ولكن احنا بناخدوها كمثال فقط، بنعلم عليها كده بالشكل ده. انا عملت سيلكتد على وان ايتم، ممكن اختار اكتر من ايتم وابدا اشتغل عليه. طيب لو تلاحظوا ان انا اول ما عملت سيلكت، المساحه اللي هنا دي كلها او اللي هي الكوماند او الكنترول بتاعي بدا يظهر لي فيه حاجات. تعال بقى ناخدوها جزئيه جزئيه. اول حاجه هو اداني الكود بتاعها، الاي دي نمبر بتاعها، بعد كده بيقول لي الايمج تايب بتاعك هو عبارة عن ايه، فوتو ولا فيكتور؟ لا انا بختار فوتو. الاستخدام بتاعك تجاري ولا ايه، خليه تجاري زي ما هو. طبعا لو عايز تعرف الفرق ما بين كل واحد والتاني انت بتضغط على علامة الاستفهام دي. بعد كده الديسكريبشن، الديسكريبشن ده مهم جدا، من غيره مش هتتقبل، واقل حاجة 3 كلمات للصورة عشان خاطر تتقبل، غير لو كتبت كلمتين مش هتقبل، لازم 3 كلمات. فانا هنقول مثلا بيتزا اند ذا بوكس، ولازم نحط ديسكريبشن يكون ديسكريبشن معبر، والجزئية ديت مهمة جدا يا جماعة، عشان الجزئية دي هي الأساس في نشر صورتك بعد كده على الموقع بطريقة صحيحة. لما يجي أي يوزر يدخل يعمل سيرش على صورة معينة، لو ما كتبتش الديسكريبشن والكيوردز بتاعتك بطريقة كويسة، ساعتها أنت قدر ان صورتك دي مش هتنباع، او هتبقى فيه صعوبه جدا لعمليه البيع بتاعها. فانا كتبت هنا بيتزا ان ذا بوكس، هي بيتزا في الكرتونه بتاعتي، لان ممكن واحد يدخل يبحث عن بيتزا ان ذا بوكس. في بعد كده الكاتيجوري بتاعك، لازم تحدد الكاتيجوري بتاعك، هو حاطط لك اكتر من كاتيجوري، تمام، لازم تختار واحده منهم. فانا هنا ده ايه، ده اكل، فانا هدور على الفود اند درينك، يبقى انا كده حطها لي في الكاتيجوري بتاع الفود اند درينك. هنا ريليسز اللي احنا قلنا عليها ان هي بتكون فيها الاشخاص، الصور بتكون فيها اشخاص، ولازم بعمل حاجه اسمها اد ريليسز او اد ريليس. اد ريليس لازم هنا باجي وبعمل لازم هنا بكتب هنا الريليس بتاعي، بختار مين اللي موجود من القائمه بتاعتي هنا، الاشخاص اللي موجوده في الصوره، كل الاشخاص بيعتبرهم شات ستوك موديل، فانت بتختار من هنا الموديل اللي موجود في الصورة، وبعدين بتعمل اتاتش لمين، وبعدين بتعمل اتاتش للشخص ده، تمام، عشان يبان عندك هنا ان الشخص ده موجود في الصورة اللي انا معلم عليها دي. تمام، طبعا هنا مفيش اشخاص، فاحنا ايه هنكنسلها. في هنا الريليس فورم اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، والفورم ديت اللي هي بتعمل لها داونلود من هنا، وفي طبعا اكتر من فورم، في للموديل وفي للبرودكت وفي يعني كل حاجه لها موافقات يعني. فانا لو مثلا جيت هنا على الموديل وعملت الداونلود، هيجيني الداونلود ده، خلينا نبص عليه برضو، هيظهر لنا بالشكل ده. سعادتك بتيجي تاخد الفورم ده وبتعبي بياناته كلها، النيم بقى والادرس بتاعك والمدينه والكانتري والتليفونات والايميل والديت اوف بيرث، دي مش بتاعتك، دي بتاعت الموديل نفسه، وبتكتب اقرار ان الموديل ده يعني موافق ان انت تعرض صورته وتتباع الصوره بتاعته. طبعا هنا بيطلب منك كمان بعض المعلومات عن الموديل نفسه، هل هو من اوروبا، من اسيوي، هل هو اسمر ابيض، هل هو من افريقيا. وبعد كده بيقول لك اديني المعلومات بتاعت المصور نفسها، اسمك برضو بقى، اسمك انت والكانتري بتاعك، وي 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 الكلام ده كله، تمام. وبعد ما تخلص الابلكيشن ده كله بترفعه على الموقع، وبعد كده بيتنشط عندك الموديل ده،
وتقدر ان انت تستخدمه بعد كده. ده هنا هو كده بيحفظ الحقوق النشر وبيرفع مسؤوليته عن الموضوع خالص، ان انت باعت اقرار بان الموديل ده موافق، عشان بعد كده ما يكونش في اي عملية مقاضاة بين الموديل نفسه والموقع يعني. اوكي طيب، بعد كده نيجي للجزئية بتاعت الكي وورد. الكي وورد دي يا جماعة من الحاجات مش المهمة، دي يمكن اهم شيء في الموضوع. طيب ازاي؟ العميل لما بيدخل يعمل عملية بحث عن الصورة في خوارزمية معينة في المحرك البحث بتاع الموقع، على اساسه بيبين الصور. يعني بمعنى صح، انت ممكن الصورة بتاعتك تكون رقم مليون والراجل كتب بيتزا وانت طلعت، انت عندك صورة بيتزا بس مش هتبان الاول. ايه العوامل ديت؟ العوامل ديت من اهمها الكيوردز نفسها تكون صحيحة. ما تكونش انا عامل بيتزا مثلا وانا حاطط مثلا اي حاجة تانية. عشان احل الموضوع ده ايه، في اكتر من حاجة انا اقدر اعملها. ممكن ادخل على جوجل ترند واكتب كلمة بيتزا واشوف اكتر الكلمات اللي موجودة في الترند بتاع جوجل وابدأ استخدمها ككي وورد عندي هنا. الحل التاني او الطريقة التانية ان هو بيديك اقتراحات هنا للكي وورد اللي شافها في الصورة نفسها، زي ما هو بيقول لك هنا فود. اه طيب ماشي، انا عايز فود. اوكي فريش ممكن ومش ممكن، كلوز اب اه هي فيها فعلا كلوز اب، اضغط على كلوز اب. طب هو هنا بس بيقول لك ديزرت، تمام لا هي مش ما فيهاش حاجه فيها حلويات. سويت لا، تيستي طعم ممكن، تمام. باك جراوند بعيده شويه، هيلثي ممكن، هوت اه هي هوت، بيتزا براون فيها لون بني اه فيها لون بني ممكن احطها. ده بس كده اللي موجود؟ لا، انا ممكن ادخل هنا على كيورد ماشي تولز الاقتراحات، ودي تولز هو حاططها موقع، عملها موقع شاتر ستوك بالشكل ده كده عشان يديك الكيورد اللي موجودة على نفس الموقع تمام بنفس الصور. انا بدخل هنا بعمل في السيرش بيتزا وبقول له انا عايز الفوتو وبعمل سيرش عشان يطلع لك الاقتراحات. هيطلع لك طبعا كل الصور اللي موجودة في شاتر ستوك، مش هيطلع لك صور موجودة بره، تمام. هو بيقول لك select 3 or more image ماشي similar to yours، يعني اختار ثلاث صور زي الصورة بتاعتك. طبعا هنا بيتزا، طيب هنا بيتزا فيها اشخاص، لا انا مش عايز فيها اشخاص، انا بيتزتي ما فيهاش اشخاص، فانا اختار مثلا دي اقل شيء ثلاثة يا جماعة، اختار دي مثلا، اختار دي كده. انا ممكن اجيب على طول كيورد، ولكن انا ممكن اختار واحدة تالتة، واحدة فيها بيبروني لان البيتزا اللي انا كنت مصورها فيها بيبروني، خدوا بالكم من النقط الصغيرة دي، واجيب واحدة كمان فيها بيبروني تانية اهيت، وبعمل get keywords وبستنى لحد ما يطلع لي الكيورد. ايوه هنا هو اداني الكيورد اللي موجودة في الصور دي واللي هي قريبة جدا من الكيورد بتاعتك. كويس، تقدر انت ساعتها تعمل copy to clipboard، فهيفتحها لك، هتعمل كنترول سي بالشكل ده وترجع على الصورة بتاعتك وتيجي هنا في انتر كيورد وتعمل كنترول في وتتك انتر. ايوه هو نزل لك هنا كيورد. عندك هنا متاح ان انت تحط 50 كلمة دلالية، انت عملت 28 منهم، فانت محتاج تاني. تقدر ان انت تشوف هنا لو في حاجة تانية مثلا زي لانش مثلا زي كوكينج، تمام، تقدر تضيفهم كمان، او ترجع تاني للتولز اللي هو كان عاملها لك تكنسل دي خالص، تمام، او هو حاطط لك برضو حاجات تانية مور كيوردز انت ممكن تختارها، زي طماطم مثلا، زي موتزاريلا، زي تيبل مثلا لو انت مصورها على تيبل، اه حط تيبل لان انت اصلا كده كده كنت مصورها مثلا على تيبل، فايه المشكله ان انت تحطها؟ لان ممكن اليوزر اللي داخل يكتب السيرش بتاعه بيتزا وفيها تيبل مثلا، بيتزا اون ذا تيبل مثلا، اي حاجه من الحاجات دي. فلازم لازم احنا نزود الكيورد، وكل ما حطيت كيورد اكتر، كل ما حطيت كلمات دلاليه اكتر، كل ما انا فرصتي في ان الصوره بتاعتي تبان وتظهر في محركات البحث بتاعت الموقع هتكون اكتر، تمام، لحد ما اوصل ل
ال50 علامة دلالية. طبعا انت حتى لو انت حطيت هنا كيورد انت كنت حاطه قبل كده هو مش هيحطه خلاص، هو هيضيف لك بس الكيورد اللي هي الجديدة اللي مش موجودة في الجزئية ديت. بعد كده انا بعمل سبمت، انا بعد كده خلاص انا خلصت الصورة بتاعتي. حابب ان انا اعمل فقط سيف وما اقدمهاش دلوقتي للتيم بتاع شاتر ستوك، بعمل سيف وارجع اعدل عليها في اي وقت تاني. حابب ان انا اوديها دلوقتي او اصدرها للتيم بتاع شاتر ستوك عشان يراجعها، اتك على سبميت هتوصل لهم. طبعا ما بيديش الابروف بتاعها في نفس التوقيت، هو بيديك تقريبا حوالي 24 ساعة على ما يراجعها ويديك الرد بتاعه، سواء هو ابروف او نوت ابروف. لو نوت ابروف بيديك بقى طبعا الريزن بتاعه للرفض، ابروف او ريجكتد. لو ريجكتد بيديك الرفض الريزن بتاعه في الايه، سبب الرفض ايه، مشكلة الصورة فيها ايه، هتحاول انت تعدل فيها ولا انت من الاساس اصلا واخد الشوت نفسه مش كويس فصعب ان انت تعدل فيها. وبعد كده بتتعرض الصورة خلاص على الموقع وتكون منتظر ان هي تبدأ ان هي تتباع او يتعمل لها داونلود. اصبر، ما تتسرعش، خد المبادئ والقواعد اللي احنا قلناها ديت بأهمية كبيرة جدا. ما تقولش ان لا يعني هم هيتهاونوا، لا هم مفيش تهاون بالنسبة لهم خالص. حاول ان انت تجتهد في ان انت تطلع صورة بشكل واضح، ناخدوها بالترتيب ونراجع مع بعض. اول حاجة ادخل على، لو انت مبتدئ ادخل على الكورسات اللي موجودة فري في اليوتيوب وشوف اساسيات التصوير، ازاي انت تصور، ازاي ان انت تستخدم الاضاءة بتاعتك، ازاي انت تستخدم التولز بتاعتك حتى لو كانت التولز دي بسيطة ومش مكلفة، لان في ناس كتير جدا مننا بيكون بدايتهم معهمش ان هم يشتروا مثلا كاميرا ديجيتال احترافيه، معهمش ان هم يجيبوا ادوات اضاءه، معهمش حاجات كتير جدا ممكن ان هم يساعدوا ان هم يطلعوا الصوره بصوره بطريقه احترافيه. ولكن صدقوني يا جماعه، بالموبايل وبعض تظبيطات الاوبشنز اللي في الكاميرا بتاعت الموبايل مع بعض الاساسيات بتاعت التصوير تقدروا تطلعوا صور احترافية. رقم واحد، خد دورات وليكن لمدة يوم بس، ممكن تحصل الفايدة الكاملة والاساسيات الكاملة في ان انت تاخد صور. ابدأ، خلي عينك تشوف الاماكن الكويسة، تخلي عينك تشوف الشطات الجميلة اللي تقدر ان انت تطلع منها صور حلوة. طلع الصور، ابدأ بعد كده اعمل عليها عملية editing بسيط جدا في الإضاءة، في الكونتراست بتاعها، في الألوان، في الإفكتات اللي انت تقدر تضيفها البسيطة اللي ما تغيرش من ملامح الصورة واللي ما تخليش الموقع ان هو يرفضها. بعد كده ابدأ ارفع صورتك بطريقة كويسة، ابدأ سميها، حط لها ديسكريبشن كويس، ابدأ حاول ان انت تحط الكلمات الدلالية الكويسة زي ما احنا قلنا الكيورد تولز او الجوجل ترندز او ايا كان، حط لك 50 كلمة دلالية تطلع الصورة ديت في السيرش او في محركات البحث بتاعت الموقع بطريقة سهلة. اصبر وانتظر، وان شاء الله ان شاء الله صورك هتبدأ تنباع لو كانت الصورة فعلا جيدة. معلش، ممكن واحد يكون عمال يصور اي صورة يقول لك اه دي جميلة وممكن يتوافق عليها لو هو عملها باساسيات كويسة، ولكن الصورة مش مشبع للعين، ما تشدش انتباه اليوزر او العميل، ما تخليش العميل بمعنى اصح يدفع فلوس عشان يشتريها. فخدوا بالكم يا جماعة، خلي عينكم هي تكون المقياس. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وموقع تاني ان شاء الله هنتكلم عنه، ان شاء الله هيكون موقع جي تي ايمج، تمام؟ وده موقع شبيه بالشاتر ستوك وموقع عالمي وبرضه بيدر ربح كويس جدا جدا جدا. هنشوف برضه طريقة الاشتراك فيه وهنشوف طريقة الشغل عليه وازاي ان احنا نشتغل عليه وازاي ان احنا نطلع الصور بتاعتنا بطريقة برضه احترافية
تقدر ان هي بعد كده تدر لنا ربح. نقطة أخيرة يا جماعة، ما تيأسوش من الموضوع، حاولوا ان انتوا تزودوا في عدد الصور بتاعتكم، ما تكتفوش بصورة واثنين وثلاثة وعشرة، خليكم املوا الجاليري بتاعكم صور كتير جدا عشان تكون فرص البحث عن الصور بتاعتكم اكتر. حاولوا تنوعوا من الصور، مش لازم تكونوا متخصصين في صور معينة. لو انتوا عينيكم كويسة، لو انتم افكاركم كويسة، هتحاولوا ان انتوا تنوعوا من الصور بتاعتكم، تكون في اكتر من صورة، اكتر من كاتيجوري ممكن تحطوا فيه الصور، بحيث ان صوركم تنتشر في الموقع في اكتر من مكان، وتبدأوا تربحوا منه ان شاء الله. ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.